الأعمال المدنية الآن اكتملت، حاليا تم وضع الحاويات اللي تحتوي على الأجهزة الخاصة بمنشآت مراكز البيانات. هذه الأجهزة العملاقة التي ستوفر البنى التحتية أو الأرضية، وكذلك سيوفر القاعدة الأساس لبناء صناعة رقمية في البلد، التي بالنتيجة سوف تنعكس بالفائدة على تسهيل إجراء إنجاز المعاملات للمواطنين من خلال إطلاق خدمات إلكترونية متميزة.